السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأول جيش بحث من أحد اللغة العربية لسنة أولى متوسطة. حل الفرد الأول الفصل الأول في مادة اللغة العربية بدون وضعية إدماجية سنة أولى متوسطة بطريقة سهلة ومفهومة. نبدأ. جدلي في العقد السابع من عمره، طويلة القامة، يهزية الجسم، طيبة القلب إلى حد التبذير، سليمة العقل، إنها امرأة تحب العمل ولا تسكت تعبه، وفي الفصل الرابع نصنع من الطين طوافين والجيفان، وتغني أمي في تقطيب الورد، وفي الصيف تخرج باكرة فرحة، فلتلتقي جارة لها على باب البيت، ثم توجهان إلى الحقل فتقطعان عشابا لتسجيل منها سيقان سنابل القمح الطويلة والقصيرة لتنسجها مع أطباق الخبز، وفي البيت تأخذ داء صوفيا للشتاء. الوضعية الأولى، اقترع عنوان مناسب للنص، اذكر بعض الأعمال التي تقوم بها جدتي، اشرح كلمة تعين ثم وضعها في جملة مفيدة، هات من النص ضد كلمة ذكر، ما نمط النص؟ الحل، عنوان النص جدتي. من الأعمال التي تقوم بها جدتي صنع طواجن والجيفان، تقطع عشبة لتزيين منها مكانس للبيت، تجمع سنة. أمي تساعد جدتي في تحضير الطعام ضد تكره تحبه، نمط النص وصفي. الوضعية الثانية، أعلم ما تفعله غلط، الضمير الذي هيمن على النص، تعلم من النص تعبير حقيقي، كلمة تبتسم في تعبير مزاجي، تعبير مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والفعل مستتر تقديريا، فرحة الحال منصوبة علامة نصب الضم الظاهر على آخره، الطويلة نعت حقيقي مزاجي، الكسر الظاهر يغسل مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر على آخره ومضاعف، ولا ضمير مستتر مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، ولا ضمير مستتر مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الضمير الخلفي على النص هو ضمير الغائب هي، التعبير الحقيقي طويلة القامة، كلمة تبتسم في تعبير مزاجي، تبتسم الأصغر في الفصل الربيعي. وهذا الذي يطلع منكم عضو صديقي لنهاية الفيديو، ويحب لكم الله يشيق بالقناة، إلى أن نلقاكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.